كريستيانو رونالدو اختاره الأغلبية وأنت من ضمنهم، ليش؟ هدف على مستوى عالي جدا، على قولتهم لاعب العالمي بهدف عالمي ما حد يقدر يتكلم عليه. هدف على مستوى عالي جدا، قرار، إمكانيات، رؤية، تسديد، دقة، ما يجي إلا من اللعيبة الكبار. صحيح. والحقيقة صار أكبر كريس في حديثه بعد هذه المباراة. يعني للأسف بعض الإعلاميين قبل يومين من المباراة اللي يقول لك يبغى يمشي ولوح بالرحيل، الكلام اللي قاله إعلاميين عايشين المرحلة للأسف ما قالوه. تكلم عن التطور اللي موجود، الضخ المالي، تطلعاته للدوري السعودي، للقيمة اللي موجودة، ولما يتحدث كريس ترى مو أي أحد اللي يتحدث بهذا الكلام بقيمته. لذلك هو لاعب ذو قيمة كبيرة داخل الملعب وخارج الملعب، وهي رسالة مهمة جدا للإعلام وللإعلاميين أن يشاهدون الجانب الإيجابي من التطور اللي موجود عندنا في الرياضة.